أنا من مواليد الفجيرة. عندي الوالد كان عنده بزنس في الاستيراد والتصدير عن طريق البحر، فكنا البحر مثل بيتنا الثاني. We have two operation now, two connection. أعطاني مستقبل. ما في أحلى من هالهدية. بديت مشواري مع أدنوك في 2003، كنا على بعثة لبريطانيا، وفي 2008 تخرجنا، ومن 2008 موظف في أدنوك للإمداد والخدمات. Good morning, how are you? سلطان، شو الأخبار؟ Send the other one for maintenance. نحن هني في محطة الفجيرة للعمليات البحرية نشرف على تصدير خام مربان. خام مربان يعد من أفضل أنواع الخامات في العالم، فيتم تصديره عن طريق العوامات البحرية. نحن مهمتنا أن نشرف على تصدير الآمن ونتأكد من سلامة الباخرة وسلامة العوامات من أي ضرر. طبعاً مليئة بالمخاطر، مليئة بالرزق، واحدة من أخطر الوظائف اللي موجودة في القطاعات البحرية. في الشهر نستقبل ما يقارب 25 باخرة شغالين 24/7. في الويكند، برع الويكند، عملنا احنا ما يوقف. استمرارية الأعمال في شركة أدنوك للإمداد والخدمات وتوصيل الخدمة المميزة دائما لكل الكاستمر. أنا أشوف أن الكوفيد 19 لما جاء زاد من حس المسؤولية. الموظف الصغير قبل الموظف الكبير يعطي أكثر من ما عنده. أهم صفة روح الفريق الواحد، فهذا اللي حببني أنا في الشغل وفي المكان هني بصراحة، علاقة أخ مع أخوه.